أبي أحمد يؤكد عدم رغبة إثيوبيا في حرب مع السودان. الحزب الشيوعي يعلن رفضه تمديد الفترة الانتقالية. قضايا الرواء التكانة تسيطر على اليوم الثاني للمؤتمر الزراعي. ترتيبات لمواجهة القصور في مقابلة تحويلات المغتربين. أهلا بكم مشاهدون، ساعة إخبارية جديدة من أحداث السودان. أهلا بكم. أفادت وسائل إعلام أن دولة الإمارات العربية المتحدة طرحت مبادرة للتوسط بين السودان وإثيوبيا. أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أنه لا بد من وضع العلامات والترسيم الكامل لحدود السودان مع إثيوبيا على الأرض، مشددا على أن هذه الحدود لم تكن يوما محل نزاع. وذكر مجلس الوزراء أن حمدوك تلقى اتصالا هاتفيا من مفوضية الشراكة الدولية بالاتحاد الأوروبي جوتا أورتلاتين، تطرق إلى التطورات الإقليمية على حدود السودان الشرقية. وكان الجيش السوداني قد قرر نشر قواته على مناطق الفشقة التي هي بالأساس أراض سودانية. من جانبه قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن بلاده لا تريد حربا مع السودان، وأضاف أن إثيوبيا لديها العديد من المشكلات ولا استعداد لديها للدخول في معركة، وقال إنه من الأفضل تسوية المسألة بشكل سلمي. وأوضح أبي أحمد أن إثيوبيا ستستمر في ملء السد بما لا يضر بمصالح السودان ومصر، ونفى أن تكون لإثيوبيا أي رغبة على الإطلاق في إلحاق الضرر بالسودان أو مصر. وحول الوساطة الرباعية التي اقترحتها الخرطوم وأيدتها القاهرة، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي في مؤتمر صحفي إن بلاده لم تتسلم مخاطبة رسمية حول هذا الموضوع، مشددا على ضرورة الانتهاء من المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي قبل اتباع أي خيار آخر لحل القضايا العالقة بين الدول الثلاث. وللتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس. مرحبا بك أستاذ عبد المنعم. مرحبا بك. بداية، الرئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك نفى أن الحدود بين السودان وإثيوبيا لم تكن يوما محل نزاع، هل هي كذلك فعلا؟ السودانية الإثيوبية محسومة بموجب اتفاقية 1902 اللي مقر بها البلدين، وترسيم الحدود تم في عام 1903، ثم تبادل المذكرات ما بين وزيري خارجية السودان وإثيوبيا في 1972. كل هذه المستندات تؤكد أن ليس من بين أي من الدولتين من لديه أي اعتراضات على الحدود، لذلك كل من السودان وأثيوبيا يقر بالخط الحدود الذي رسمه الرايت كوين في عام 1903 انطلاقا من، في وقت ذلك طبعا كانت إريتريا جزء من أثيوبيا، من نقطة التقاء حدود مع البحر الأحمر انتهاء في نقطة التقاء، وقت ذلك برضو كانت جنوب السودان جزء من السودان، انتقاء نهاية من نقطة التقاء الحدود السودانية مع الحدود الكينية. طيب. لذلك الحديث ما تثير أثيوبيا والأطراف من أثيوبيا للدقة هو مخالف للاتفاقيات الموقع عليها دولة أثيوبيا. طيب أستاذ عبد المنعم، كيف تعلق على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن عدم نية بلاده الدخول في حرب مع السودان؟ المتابع للتصريحات التي ستصدر من الجانب الأثيوبي خلال الأسبوعين الماضيين، نعم، يلاحظ أن هناك لغة مختلفة من اللغة اللي كانت في السابق، أنه الآن اللغة تصالحية. اليوم سيد رئيس الوزراء أبي أحمد في حديثه أمام البرلمان الأثيوبي قال أنه بلاده لا تريد الدخول في حرب، قال أنها لديها من المشاكل ما يكفيها، وأنها تريد تسوية الأمر تسوية سلمية. بل مضى أكثر من ذلك عندما يعني أطلق عبارة في الطابع العاطفي، قال السودان دولة شقيقة ويحبها الشعب الأثيوبي،
كأنما يعني يريد أن ينفي أنه يعني يستبعد أن يدخل في حرب مع السودان. غير هذه التصريحات، الظروف السياسية والاقتصادية لكلا البلدين تجعل المتابع يستبعد تماما أن يدخل البلدان في مواجهة عسكرية شاملة حرب، لأنه أي لأنه دخول حالة دخول البلدين في حرب هذا يعني بالنسبة لهم انهيار تام على المستوى السياسي والاقتصادي. نعم. بسبب الظروف، السودان يمر بمرحلة انتقالية بتعقيداتها السياسية، ويمر بظروف اقتصادية معلومة للجميع. أثيوبيا تمر بمرحلة انتقال، ولديها الآن مشاكل في بعض الأقاليم زي ما يحدث في إقليم التجراي، وبعض المشكلات في إقليم الأروميا وفي إقليم البني شنغول. لذلك كل من الدولتين الظروف السياسية والاقتصادية فيها لا تساعد في أنه يذهب نحو الحرب. هذا غير العلاقات الممتدة. لذلك حديث السيد رئيس وزراء أثيوبيا اليوم أمام ينحو في هذا النحو، في أنه المسألة يمكن أن تحل عبر الحوار وعبر الاتفاق بين البلدين. أستاذ عبد المنعم، لكن طبعا يعني كيف نفهم بين تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي والخارجية الإثيوبية بشأن ملف سد النهضة؟ أنا أفتكر أن التصريحات الأثيوبية عموما تقدمت خطوة، لأنه في السابق كانت تتحدث عن تفاوض مباشر بين الدول الثلاثة ولا تقبل حتى بوساطة الاتحاد الأفريقي. كانت تريد، عندما كان السودان يطالب بدور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي، كانت وساطة مباشرة للاتحاد أن يتحولوا لوسطة أكثر من أنهم مراقبين وخبراء. كانت أثيوبيا ترفض هذا الأمر وتريد فقط المباحثات ما بين السودان وأثيوبيا ومصر. الآن هي تتحدث عن أنها هي تقبل بوساطة الاتحاد الأفريقي. هذا ما صدر من حتى المتحدث باسم الخارجية الأثيوبية اليوم. لكن ما صدر من السيد رئيس الوزراء متقدم خطوة أكثر، لأنه هو تحدث عن أنه هم ضرورة يحدث الملأ الثاني في موسم الأمطار القادم، لأنه قال أنه نحن سنخسر مليار دولار إذا لم يحدث هذا، لكن قال أنه هذا لن يتم دون اتفاق. وهذه اللغة لأول مرة تسمع، لأن كان الصقور، أنا أسميهم الصقور في جانب الأثيوبي، كانوا يتحدثون عن أنه نحن سنملأ السد وصلنا لاتفاق أو وصل لاتفاق. الآن السيد رئيس الوزراء قطع أنه لا بد من ضرورة الوصول لاتفاق، وشدد على أنه لا، أثيوبيا لا تريد الإضرار بمصالح السودان ولا مصر. لكن أثيوبيا قالت بأنها ستستمر في ملأ السد، ما هي مآلات هذه الخطوة على السودان وموقفه من سد النهضة في نفس التوقيت؟ السودان موضوعه الأساسي أنه يتم الخطوة باتفاق. نعم. وكلام رئيس الوزراء الأثيوبي اليوم تحدث عن أنه هو أن الخطوة يمكن أن تتم باتفاق بين السودان ومصر. أنا أفتكر أنه التصريحات صدرت من الخطاب السيد رئيس الوزراء برلمانه أن تشير يمكن أن تساعد في تسريع التفاوض، ويمكن تساعد الأطراف التي تريد أن تتوسط، لأن الآن شو أرضية جيدة. حتى الجانب اللي كان متهم بالتعنت الآن يتحدث عن أنه هو يريد أن يتفاوض. السودان قضيته الأساسية أنه ليس هو، لأن السودان مبدأ موافق على السد، موافق على الإجراءات التي تتم في السد، لكن يريد اتفاق ملزم، على الاتفاق يضمن حقوقه، يضمن تبادل معلومات، يضمن آلية لفض النزاع، يضمن أشياء محددة يجب أن ينص عليها الاتفاق. نعم. ولذلك السودان قضيته ليست أنه أن يتم، قضيته كيف نصل الاتفاق قبل الملل. طيب أستاذ عبد المنعم، كيف تنظر إلى سيناريوهات الخروج من مشكلة الحدود بين السودان وإثيوبيا بعد نشر السودان قواته في منطقة الفشقة السودانية؟ قضية الحدود منطقة الفشقة، أصلا الحل الأساسي إعادة ترسيم الحدود، إعادة وضع العلامات من جديد وفق الخط الحدودي المتفق عليه وفق الاتفاقيات الدولية. إعادة ترسيم الحدود هذا هو الحل الأساسي، ثم بعد ذلك بعد أن يتم إعادة ترسيم الحدود ويعترف كل طرف بأن هذه أرض الطرف الآخر، ثم بعد ذلك إذا كان هناك حديث حول تعاون، حول استثمارات، حول أي شكل من أشكال التعاون بين البلدين، لأنه أصلا السودان وأثيوبيا
لديهم إمكانية في أنهم يمكن أن يصبحا بلدين بيناتهم تكامل اقتصادي وسياسي في ظل لو كانت العلاقة تسير بصورة طبيعية. لذلك أنا أعتقد أن الخطوة الأولى للحل إعادة ترسيم الحدود بوضع العلامات، ثم بعد ذلك يمكن أن تأتي الخطوات التالية. نعم أستاذ عبد المنعم، لماذا يعني اضطر السودان للوساطة الرباعية بشأن ملف سد النهضة، وهل من الممكن أن تباشر يعني وساطتها في موقف إثيوبيا الرافض؟ حتى الآن طبعا إثيوبيا أحيانا تتحدث عن أنها هي تريد فقط الاتحاد الأفريقي، أحيانا تتحدث عن أن هي لم تخطر رسميا بهذه الوساطة الرباعية. نعم السودان لأنه كان يعتقد أن المفاوضات تدور في دائرة مفرغة استمرت لأوقات طويلة ولم تحرز تقدما. بيعتقد أن وجود الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أصلا الاتحاد الأوروبي كان موجودا، الولايات المتحدة الأمريكية كانت موجودة، الاتحاد الأفريقي كان موجود، لكن كانوا موجودين بصفة مراقبين وخبراء ولم يكونوا وسطاء. الجديد دخول الأمم المتحدة اللي أعطى المسألة الثقل الكبير أنه هذه المؤسسات أو هذه الجهات يمكن أن لديها خبرة في حل هكذا نزاعات، يمكن أن تضغط على الأطراف في التفاوض، يمكن أن تقترح حلول، يمكن أن تساهم لو كانت هناك حلول تحتاج لمشورة فنية أو تحتاج لدعم مالي يمكن أن تساهم فيه حتى يصل. لذلك السودان كان يريد توسيع هذه المظلة تصبح مظلة دولية بدل أن كانت الوجود لها وجود كمراقبين وخبراء. طيب ما تعليقك على الخبر الأخير حول الأخبار في دخول الإمارات، دولة الإمارات العربية المتحدة، وطرحها لمبادرة التواصل بين السودان وإثيوبيا؟ وطبعا في تحركات كثيرة من عدد من الجهات. نعم. على المستوى الإقليمي القريب في تحرك من المملكة العربية السعودية، من الإمارات العربية المتحدة. نعم. إضافة للتحركات المبعوث الرئيس الأمريكي سيناتور كوينز الذي وصل إلى إثيوبيا وهو يحمل عدد من الملفات من ضمن سد النهضة، من ضمن قضية الحدود السودانية الأثيوبية، والملف الأساسي ما يجري في إقليم التيغراي الأثيوبي ما بين الحكومة المركزية وبين مجموعة جبهة التحرير التيغراي. فلذلك يعني في تحركات من جهات متعددة، هذه الجهات المتعددة لديها علاقات متميزة سواء كان مع السودان أو مع إثيوبيا. التوتر يمكن أن يؤثر على مصالحها وفي علاقاتها مع هذه الدول، لذلك هي تحاول لملمة هذه القضية. شكرا جزيلا الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس، شكرا جزيلا لك. رفضت محكمة متهمي انقلاب 30 من يونيو طلبات الدفاع بتغيير هيئة الاتهام والسماح لذوي المتهمين بالحضور إلى المحكمة، وطلبا ثالثا بتعليق الجلسات بسبب جائحة كورونا. وفي حيثيات رفض المحكمة فيما يلي طلبات هيئة الدفاع باستبدال كامل لهيئة الاتهام عن الحق العام في القضية بسبب أنها ذات اللجنة التي باشرت إجراءات التحري والتحقيق مع المتهمين. قالت المحكمة إن قانون الإجراءات الجنائية يجوز للنيابة العامة أن تتولى التحري، وفيما يتعلق بطلب هيئة الدفاع بالسماح لذوي المتهمين والجمهور بحضور الجلسات، قال القاضي إن قرار المنع قرار محكمة والأسباب تقديرية تراها المحكمة. وحول الطلب الثالث تعليق المحكمة بسبب جائحة كورونا، قال القاضي إن القرار صدر وعلقت الجلسات لأسبوعين. وجددت هيئة الدفاع طلب تعليق الجلسات بسبب انتشار كورونا في موجتها الثالثة لفترة تقدرها المحكمة وفقا للموقف الصحي بالبلاد، وحدد القاضي جلسة الأحد القادم للبت في الطلب. أعلن الحزب الشيوعي رفضه اتخاذ الحكومة أي جهة لقرار تمديد الفترة الانتقالية، وقال القيادي البارز بالحزب صديق يوسف إن الوثيقة الدستورية هي التي حددت الجهة المناط بها التغيير والتعديل وهو المجلس التشريعي الانتقالي. إلى ذلك قال القيادي بتجمع المهنيين إسماعيل التاج السوداني إنه يقف ضد تمديد الوثيقة الدستورية مقرا بعدم فعل أي شيء في ظل عدم قيام المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي.
رحب السودان بالمبادرة التي أطلقتها السعودية لإنهاء الحرب في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك بإعلان وقف إطلاق النار الشامل في اليمن. وقالت الخارجية في بيان لها إن السودان يؤكد دعمه للمبادرة التي تبين حرص المملكة على استقرار اليمن وجميع دول الإقليم والمنطقة. وثمن البيان البنود التي تضمنتها المبادرة، وتشمل فتح مطار صنعاء وإفساح المجال لعبور السفن عبر ميناء الحديدة. وناشد السودان المجتمع الإقليمي والدولي لدعم مبادرة المملكة العربية السعودية. من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك روب إن بريطانيا ترحب بمبادرة السلام الجديدة التي اقترحتها السعودية لإنهاء الحرب في اليمن، وحث الحوثيين على العمل مع خصومهم السعوديين لوضع حد للصراع المستمر منذ 6 سنوات. قالت وزارة الصحة إن حالات الإصابة بكورونا شهدت ارتفاعا خلال الأيام الماضية، وحذر وزير الصحة الاتحادي عمر النجيب من ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن الوضع تحت التقييم المستمر. وعزى وزير الصحة ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى حركة فتح المدارس والجامعات. وأوضح النجيب أن الوضع سيظل تحت التقييم المستمر، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة الصحية العليا للطوارئ اتخذ إجراءات متعددة للحفاظ على صحة وحياة المواطنين. وقال وزير الصحة الاتحادي إن وزارته ستعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية في مراكز العلاج والرعاية ومدها بالأدوية والمعينات. وكانت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في البلاد قد اتخذت قرارات احترازية، أهمها فرض إلزامية الكمامة في الأماكن العامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي. بحث وفد منظمة الصحة العالمية برئاسة نعمة سعيد مع حكومة ولاية كسلة الأوضاع الصحية بالولاية وأنشطة المنظمة، وتطرق اللقاء إلى قضايا الرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية. وأوضحت نعمة سعيد رئيس وفد المنظمة منظمة الصحة العالمية أن المنظمة تركز على التحضير للطوارئ الناجمة عن الخريف والفيضانات. وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية والولائية. وأشارت إلى أن أولويات المنظمة دعم الخطة الشاملة للدولة. الغرض من الزيارة هو الاطلاع على نشاطات المنظمة والدعم المقدم إلى وزارة الصحة الولائية في كسلة. كمنظمة الصحة العالمية احنا نهتم كثيرا بالتحضير للطوارئ، وخصوصا الطوارئ اللي تحصل بعد الخريف والفيضانات، مكافحة الأوبئة، تحصين ضد الأمراض المستهدفة بالتحصين، معالجة الأطفال اللي مصابين بسوء التغذية. بحثت عضو مجلس السيادة الانتقالي رجاء نيكولا عبد المسيح مع وفد منظمة الوحدة العالمية تعزيز السلام المجتمعي وبناء السلام وفتح قنوات للتواصل بين السودان ودول العالم المختلفة. وأوضح توفيق عثمان صالح رئيس الوفد أن اللقاء تطرق إلى دور المنظمة في تعزيز العلاقات بين الشعوب، وأضاف أن تقوية الدبلوماسية الشعبية تمثل إحدى أهداف منظمة الوحدة العالمية، بجانب تفعيل قنوات التواصل لعكس الصورة الحقيقية عن السودان والأوضاع التي يمر بها، ودعم ومساعدة أصدقاء السودان بالخارج لعمليات التنمية بالبلاد. في اللقاء تم النقاش ومباحثات في كيفية تعزيز السلام المجتمعي وبناء السلام وفتح قنوات للتواصل مع مش فقط الولايات المتحدة ولكن مع دول العالم الأجمع، وذلك في إطار أهداف المنظمة في الدبلوماسية الشعبية وخلق قنوات تواصل وتفعيل قنوات تواصل مع دول العالم أجمع العكس الصورة الصحيحة عن السودان والأوضاع الآن الموجودة في السودان، ومساعدة الأصدقاء في الخارج في التنمية ورفع شأن السودان عالميا. مشاهدون فاصل، سنعود بعده للحدث الاقتصادي.